أعلنت شركة بيكاسو دور عن أسماء الفائزين في مسابقتها السنوية في الأردن لأفضل الملصقات الإعلانية الطرقية لعام 2016. وخلال الحفل السنوي أكدت شركة بيكاسو دور أن الجائزة تأتي تجسيدا للامتياز الإبداعي في صناعة الإعلان، حيث اشترك في الجوائز للعام الحالي 14 شركة إعلانية قدمت 176 ملصقا إعلانيا تمثل 5 فئات، وتم اختيار الفائزين من قبل لجنة بيكاسو دور الدولية والمؤلفة من 7 رواد محترفين. وفئات الجائزة هي أفضل الابتكارات في فئة الإعلان الطرقي، وأفضل الابتكارات في فئة لوحات القياسات الكبيرة، وأفضل الابتكارات في فئة لوحات ضمن المراكز التجارية، وأفضل الابتكارات في فئة الإعلان الرقمي، وجائزة الشركة لأفضل حملة من أجل قضية كبرى ونبيلة هدفت إلى التوعية والمنفعة العامة وتم عرضها مجانا على شبكات بيكاسو كجزء من برنامج المسؤولية المجتمعية للشركة. الهدف هو تكريم الملصقات الإعلانية الأردنية وعبر صناعة الإعلان بالأردن ككل، لأنه المشاركين هن شركات إعلانات محلية. هذا الحفل 15 بيكاسو جوردن أوردز اللي هن أفضل ملصقات مثل ما قلت لك من قسمي لأربع فئات: فئة النتوركس يعني الشبكات اللوحات 4x3، اللارج فورمات يعني اليونيبولز الوولز اللاندماركس، فئة الديجيتال، وفئة المراكز التجارية المولز.